الصوم. وفي هذه الأثناء تقول منظمات الإغاثة الدولية إن الصراع المستمر في البلاد عطل إمدادات الغذاء وأدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والمياه والسلع الضرورية. صنعاء هامات تقطعت فيها السبل فازدحمت في شوارع أزمة طالت فتشعبت، وها هي اليوم على أبواب شهر رمضان المبارك تعيش ظروفا لم تعهدها سابقا على أعتاب الشهر الكريم. تقرير لبرنامج الغذاء العالمي يشير إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المؤن والمواد الغذائية والمياه والمحروقات بكافة مشتقاتها، إعلان ربما أراده معدوه أن يكون أشبه بنفير إنذار بأن الشعب اليمني بات مهددا بأمنه الغذائي. ما بين العام الماضي وهذا العام فرق شاسع، يعني سنويا مع الناس زحمة وشراء وهذا، لكن هذا الأيام مع الوضع من الدهور السوق ضعيف جدا. وفيما الثوار يملؤون ساحات التغيير والحرية في مختلف مدن البلاد، يهدد الوضع الأمني المتشرذم بازدياد حدة النقص في السلع الضرورية. أزمة المحروقات التي هي إحدى حلقات الضائقة التي يعيشها اليمنيون تسببت بساعات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي، نتج عنه بطبيعة الحال تلف في المواد الغذائية المبردة وزيادة في الإقبال على المواد الغذائية التي لا يحتاج تخزينها إلى الكهرباء. المشاكل التي حدثت هذه وافتعال أزمة البترول والبنزين أثر على الحياة بشكل عام، سواء كان من الجهة التجارية أو من إقبال المستهلكين على شراء أي شيء. شح الوقود تسبب بتوقف محطات الضخ في المناطق القاحلة التي تعتمد في ريها على جر المياه، وأدى كذلك إلى عدة حوادث شجار أمام محطات الوقود على أسبقية الشراء، نتج عنها سقوط إصابات عدة. والله كل واحد بقدر راتبه، والحمد لله، لأنه الله سبحانه وتعالى بيعين في رمضان في الشهر الكريم بالذات، بيعين على كل شيء، ما بش حاجة صعب على الشعب اليمني. أسعار القمح والدقيق قفزت بنسبة 38%، فيما ارتفعت أسعار الأرز من 30 إلى 67%، أرقام مهولة تنذر بكارثة معيشية لا تحمد عقباها في بلد أغلبية سكانه الساحقة من العمال ومحدودي الدخل. اليمن الذي يعيش حالة من الفراغ على مستوى الدولة منذ 7 أشهر يستشعر مواطنوه بوطأة المرحلة، فيما قلوبهم تستبشر مخرجا في شهر يبصرون في رحماته فرجا لكربة أثقلت كاهله.